لقد اختبرنا المجموعات، ولكننا سنرى. لا يزال يتعين علينا تفكير مليا، لذا فإن الشيء الأكثر أهمية هو 11 لاعبا الذين سيلعبون اليوم. يجب أن يكونوا مستعدين لجعل هذه المباراة سهلة بالنسبة لنا، وعليهم التسجيل مبكرا ودفعنا للأمام، ولكنني أعلم بأنها مباراة صعبة للغاية ضد منافس قوي. المزاج جيد في المعسكر، يتمتع اللاعبون بتركيز جيد، وهناك تفاهم جيد بيننا جميعا، والجو جيد جدا. لقد تأهلنا، ولكن كما قال المدرب نحن مستعدون لهذه المباراة. الإحصائيات لا تعني شيئا، لقد رأينا ذلك معنا ضد مصر. لم نفز على مصر في كأس الأمم الإفريقية منذ 50 عاما، لذلك عليك أن تنظر إلى نقاط القوة والضعف. غينيا موجودة منذ بعض الوقت، هناك شيء ما يحدث مع هذا الفريق، إنهم يستحقون الفوز في كأس الأمم الإفريقية. أعرف الفريق جيدا لأنني قضيت فترة طويلة مع كونتي قلب الدفاع، وكان إبراهيم كونتي ضمن فريقي في فرنسا حيث كنت المدرب. لقد رأيت الكثير من الأشياء وأعرف هذا الفريق جيدا، وعلينا أن نشيد بعمل كابا مدرب غينيا والانضباط التكتيكي الصادق على أرض الملعب، وهو يعد من الفرق التي تتمتع بتنظيم جيد في المباراة على مستوى عال. نحن نعلم أن لدينا القدرة، إذا قدمنا مباراة جيدة يمكننا الفوز بها، ونعلم أيضا الفرص التي ستحظى بها غينيا، وهذا ما يجعل مباراة اليوم قوية. لكن عندما ننظر إلى اللاعبين الذين كانوا على أرض الملعب مع غينيا، علينا أن نحترم كل واحد منهم. كمدرب أستطيع أن أرى هذا ربما أكثر قليلا بسبب تحليلي ومتابعتي لهم، نظر بعمق في عملهم الذي كان استثنائيا حقا على المستوى التكتيكي.